شهدائي الكرام، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 4 أشخاص منهم طفل برصاص قوات الاحتلال في نابلس. وفي السياق، أفاد مراسل العربية أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إلى شارع القدس في محيط مخيم بلاطة بمدينة نابلس في وقت قالت كتائب شهداء الأقصى. قالت الكتائب إذن إنها اكتشفت قوة خاصة للاحتلال في شارع القدس بنابلس وتخوض معها اشتباكات مسلحة. معنا من رام الله مراسل العربي عميد شحاده. مرحبا بك عميد. عميد، اين وصلت الاشتباكات بين قوات الاحتلال ورجال المقاومه؟ خالد، في آخر تحديث من الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد المصابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع القدس في محيط مخيم بلاطة بمدينة نابلس إلى 5 إصابات، بينهم طفل. هؤلاء أصيبوا بالرصاص الحي، وهناك إصابة سادسة لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها بعد خلال هذا الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لشارع القدس ومحاصرة منزل في هذا الشارع. وبدأت الاشتباكات المسلحة مع مقاتلين فلسطينيين من مخيم بلاطة، فجروا عدد كبير من العبوات الناسفة بالآليات العسكرية الإسرائيلية. دوي انفجارات لا يتوقف في تلك المنطقة، والاشتباكات المسلحة مستمرة بين المقاتلين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال كانت قد دفعت بتعزيزات عسكرية من 3 محاور، من 3 حواجز في محيط مدينة نابلس باتجاه هذه المنطقة في محيط مخيم بلاطة، مع العلم أن منطقة بلاطة والمنطقة الشرقية بشكل عام من مدينة نابلس كانت قد تعرضت لاقتحام سابق فجر هذا اليوم. واندلعت اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين خلال تأمين جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المستوطنين لقبر يوسف. انسحبت قوات الاحتلال صباحا وعادت قوات خاصة إسرائيلية لاقتحام المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وتحديدا شارع القدس في محيط مخيم بلاطة، لتندلع الاشتباكات المسلحة مع مقاتلين فلسطينيين في هذه المنطقة. هناك حديث عن اعتقال شاب في هذه الأثناء من شارع القدس في مدينة نابلس، والإصابات كما ذكرنا 5 إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما تم نقله إلى المستشفى ونقل بقية الإصابات. إلا أن هناك إصابة أخرى قد يكون العدد أكبر، لأن الإسعاف يحاول الوصول إلى كل هذه المناطق التي تجري فيها اشتباكات مسلحة، تحديدا في محيط مخيم بلاطة في أكثر من حي على شارع القدس في محيط هذا المخيم. الاشتباكات المسلحة مستمرة مع المقاتلين الفلسطينيين في هذه عميد المنطقة. إذن اعتقال اسمح شاب لي من شارع اسمح لي القدس أن في أشير مخيم بلاطة، أولا الاشتباكات ما زالت مستمرة. إلى هذه الصور التي شاهدها أو التي شاهدها، نعود إليها، ربما هي صور لدخول قوات الاحتلال إلى نابلس قبل قليل، لم تصل صور بعد لعملية الاشتباك في حد ذاتها، لكن هذه هي صور للاقتحام الذي قامت به قوات الاحتلال. لكن عميد، هل عرف ما هو الغرض من عملية الاقتحام؟ أنت تحدثت أنها استهدفت منزل معين، هل هي محاولة لبحث عن مطلوبين؟ هل من الواضح لماذا اقتحمت نابلس؟ نعم خالد، المصادر المحلية في مخيم بلاطة والتي تحدثنا عنها تتحدث عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر أحد المنازل في محيط صالة أفراح. هناك حديث عن حفلة زفاف لشقيقة لأحد المطاردين الفلسطينيين، وعلى ما يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر هذه المنطقة في محاولة للوصول إلى هذا الشاب، فاندلعت الاشتباكات المسلحة في محيط صالة أفراح بالقرب من مخيم بلاطة في شارع القدس تحديدا. الاشتباكات طبعا ما زالت مستمرة. عمليا الاقتحام كان لمنزل مجاور لصالة أفراح، والحديث عن أن أحد الشبان المطاردين عرس شقيقته اليوم، وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم هذه المنطقة، حاصر منزلا بالقرب من هذه الصالة، وبطبيعة الحال هو حاصر صالة الأفراح. اعتقل شاب الآن من صالة الأفراح في شارع القدس في مدينة نابلس. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من صالة أفراح في شارع القدس في مدينة نابلس، وهو ما تحدثت به المصادر المحلية بداية عن أن هناك حفلة زفاف لشقيقة أحد المطاردين الفلسطينيين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى المكان الذي يجري فيه حفل الزفاف لهذه الفتاة لاعتقال شقيقها. على ما يبدو أنه تم اعتقال هذا الشاب من داخل
صالة الأفراح بحسب المصادر المحلية في مخيم بلاطة. الاشتباكات المسلحة مستمرة في محيط المخيم والاقتحام ما زال مستمرا، وارتفاع عدد المصابين إلى 6 مصابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الاقتحام، من بينهم إصابة لطفل يبلغ من العمر 13 عاما. يتم الآن نقل الإصابات إلى مستشفيات مدينة نابلس. إذن فقط في هذا البيان العسكري الذي وصل الآن تقول كتائب شهداء الأقصى في مخيم بلاطة أن مقاتلوها يخوضون اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع القدس على أطراف مخيم بلاطة بواب الكثيف من الرصاص والعبوات الناسفة. إذن اشتباكات مسلحة مستمرة، والشاب تم اعتقاله على ما يبدو من سطح صالة الأفراح التي كان فيها عرس لشقيقته في هذه المنطقة. الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، اعتقال شاب بعد محاصرة منزل ومحاصرة صالة الأفراح التي كان فيها عرس لشقيقة أحد المطاردين الفلسطينيين، والاقتحام بطبيعة الحال ما زال مستمرا لهذه المنطقة. خالد، أشكرك عميد شحادة مراسل العربي، كنت معنا من رام الله. لكن نذكر بأن حصيلة الاقتحام الإسرائيلي لنابلس حتى الآن هي 6 إصابات بينهم طفل، وأن الاشتباكات ما زالت مستمرة في مخيم بلاطة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي جاءت بحثا عن أحد المطلوبين لها.